صباح الخير. البيروقراطولوجي علم من العلوم المهمة جدا جدا في حياة الشعوب. الباحث الكبير الدكتور روتينوف بوبوبوف كتب في البيروقراطولوجي وأهميتها في حياة الشعوب. يعني انت مثلا تبقى رايح مصلحة مثلا حكومية وتلاقي الطابور طويل، واول ما توصل الشباك للموظف تديله الاستماره يقول لك هات لي دمغه بخمسه من الشباك اللي جنبي، هات لي صور لي ورقه من تحت، هات لي، مع انه ممكن عادي جدا يمد ايده مثلا الموظف اللي جنبه ياخد الدمغه ويديها لك وياخد 5 جنيه ويحطها له والموضوع خلص ويسهل لك. تفتكر ان ده تعنت منه لما يقول لك اقف في الصف اللي جنبي؟ تفتكر انه ده ظلم؟ تفتكر انه ده ذل؟ اطلاقا، ده حب. حب، هي دي البيروقراطولوجي. يعني النهارده انت لما تروح تقف في الطابور التاني تقف لك ساعه ساعه ونص كمان، ده نعمه. ليه؟ اولا ده بيقربك من ربنا. انت واقف في الطابور بتعمل ايه؟ بتعمل حاجتين، بتدعي وبتحاسبن. تاني حاجه، في قله قليله بتكفر، بيكفر الراجل، بيخرج عن الملة، بيخرج عن الدين، بيخرج عن شعوره وخلاص، وفي ثانيتها بيعود إليه صوابه ويستغفر ربنا ويجدد عهده مع ربنا وينضم لإخواته، يدعي ويحاسب. دي البيروقراطية الشعبية، دي نوعين، هي البيروقراطية الشعبية الناتجة من المواطن لحبه لأخيه المواطن. يعني في البيت مثلا تبقى داخل مثلا مراتك لو سمحتي اغرفيلي، تقول لك هات لي طبق، تروح تجيب طبق ترجع تقول لك لا هات طبق من الطقم الاخضر، تروح تجيب طبق من الطقم الاخضر تقول لك طبق غويط، مع انه كان ممكن تقول لك هات لي طبق غويط من الطقم الاخضر. المشوره دي تحس هي بتذلك؟ اطلاقا، ده حب، دي عايزاك تحرق شويه كالوريز عشان هتاكل. في بقى البيروقراطيه الناتجه عن الدوله العميقه، ودي بقى روعة. يعني ده انت الاستمارة اللي انت بتشتريها وتشتري لها دمغة، طب ما نحط الدمغة على الاستمارة ونبيعها بدمغتها. تفتكر كده عشان انت ساذج، مش عارف انه ده لمصلحتك، انه الطوابير الطويلة دي بتعلمك الصبر، الجلد، الرضا، يعني انت بتبقى مبسوط جدا. فعلى رأي الدكتور روتينوف بوبوبوف في آخر البحث بتاعه قال ابني البيروقراطي أحسن ما يخلص مصلحته ويبقى فلاتي. فلو دخلت أي مصلحة ولقيتها فاضية أو خلصت حاجتك بسرعة لازم تشتكي الموظفين، دول بيحرموك من أبسط حقوقك البيروقراطولوجية. صباح البيروقراطولوجي، صباح الفل.